ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل لكم من نصائح توجهونها إلى الزوجين علما بأن المشاكل الزوجية وكذلك الطلاق أصبح عادة في بيوت المتمسكين بالسنة حتى أصبح الأمر فوضى إلى أي حد؟ الذي ننصح به الزوجين بالتعاون على البر والتقوى، وننصحهما أيضا بالأخلاق الفاضلة من الجانبين. الشيطان حريص على أن يفرق بين الرجل وامرأته، حتى إن في بعض الأحاديث وهو صحيح إن الشيطان يرسل أولاده ليحارشوا بين الناس، فيقول أحدهم ما زلت به حتى فارق امرأته، فيقول له أنت. وفي رواية أخرى وفي حديث آخر أنه يقول ما زلت به حتى قتل، فقال فيقول له أنت. فماذا فينبغي للرجل أن يحسن إلى المرأة؟ كما سمعتم الأحاديث استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن أوان عندكم، أي كالعشيرات. وماذا؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم، والمرأة ضعيفة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأنجشة وكان يحدو الإبل، أي يغني للإبل من أجل أن تنشط بالسير، فقال له مهلا بالقوارير، أي أن النساء راكبات على الإبل فربما تسرع السير، أي نعم، ويسقطن من على الإبل مهلا بالقوارير. فالمرأة كالزجاجة ينبغي أن يحكم إليها. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، نعم، ولتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لفظة يسكن يستريح إليها. المرأة أيضا يجب أن تتقي الله، فالرجل يذهب إلى عمله ويقوم بعمل طول يومه ثم يرجع، ما يرجع ويا نعم تحاسبه وتحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، بل يجب أن تكون نعمة العون له، كما قالت خديجة. وقد أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرعوبا، أي نعم أتى مرعوبا من الخوف لأنه رأى جبريل وضمه جبريل، فماذا؟ وخاف أن يكون شيطان وأن يكون
غير ذلك. فقالت كلا والله لا يخزيك الله، انك لتصل الرحم وتكسب المعزوم. وماذا يا اخوان؟ فماذا بارك الله فيكم؟ فالذي ينبغي للمراه ان تتبع الله سبحانه وتعالى في الزوج وان تصبر عليه، تصبر عليه، وبعد ايام ياتيهم اولاد فيشغلون باولادهم. اما اذا كان المسلم السني يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، ربما يكون هذا سببا لنفور كثير من النساء عن السنة. فماذا فينبغي؟ كما يقول ربنا عز وجل، فهو الذي ألف بين الزوجين، ألف بينهم، وينبغي لهم أن يشغلوا أنفسهم بالعبادة وأن يشغلوا أنفسهم بالعلم. والله المستعان.